محاضرات ممتعه. بناخل. هو عبد الله السعيد رايح الزمالك؟ بدانا على طول كده. طيب كده على طول دوس. خلينا ناكد كده كابتن في موضوع عبد الله السعيد ان الرغبه مشتركه. بمعنى ايه؟ عبد الله السعيد عايز يختم حياته في الزمالك، عبد الله السعيد عايز ياخد بطوله مع نادي الزمالك تكون خير ختام ليه مع في مشواره مع كره القدم. عبد الله السعيد يا كابتن شايل لجمهور الزمالك الدعم والاحترام والتقدير وكل الدعم اللي بيحصل الفتره اللي فاتت دي، خاصه في القضيه اللي كانت بينه وبين النادي الاهلي. جمهور الزمالك ما سابش عبد الله وفضل يدعم عبد الله سواء في لا هو مال جمهور الزمالك. يعني هو دلوقتي في مشكله بين عبد الله السعيد والنادي الاهلي، تمام، هتدخلي جمهور الزمالك في الحدوته؟ طيب. ليه؟ هقول لحضرتك ما هو طبيعي جدا واحد عنده مشكله مع الزمالك فجمهور الاهلي هيبقى ضد. طيب. نادي الزمالك. هقول لحضرتك مشكله مع النادي الاهلي. طيب. فجمهور الزمالك ضد نادي. طيب. الزمالك ملهاش علاقه. هقول انا ما تقعدش ايه تتوهني وتلففني وتوديني اخر الدنيا، انا ايه حافظك وعارفك. طيب اقول لحضرتك عبد الله السعيد في الزمالك بنسبه كام؟ هل تمت جلسه ما بين عبد الله السعيد وامير مرتضى وحازم الحديدي وتم الاتفاق على كل شيء؟ وانا بحبش اقول ارقام والارقام خلاص اتحطت والراجل رايح ولا لا؟ حصل اتفاق كابتن مع اللاعب. بيراميدز لسه. بيراميدز هيسيب عبد الله؟ هيسيب عبد الله. بيراميدز هيسيب اكتر من لعيب، في رغبه في تقليل الرواتب في نادي بيراميدز. عبد الله السعيد واحد من اهم اللعيبه اللي الزمالك حاططهم تارجت ان هم يكونوا موجودين. صفقه اتاخرت كتير، الزمالك كان بيسعى عليها السنوات اللي فاتت. عبد الله بنسبه 90% موجود في نادي الزمالك. اشهد. ها انا شاهد. هو كتبت خلاص. كتبت اشهد. وانتوا كمان سجلوا في التاريخ، بس شهدوا ان انا اللي سالته في الاصل. اصلا تخصص عبد الله السعيد، لان اول قصه عبد الله السعيد انه مضى في الزمالك زمان الحمد لله كنت انا من فضل الله سبحانه وتعالى والناس كلها هجمتني، لكن طلعت حقيقه يعني.